السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي. النهاردة إن شاء الله، أنا الفكرة النهاردة أنا معايا هنا بنطلون، تمام؟ القمر بتاعه واسع، يعني انتوا شايفين القمر كده معايا من أول هنا كده، بسم الله، واسع جدا. طيب أول فكرة عندنا فكرتين ممكن نعمل الموضوع ده بيه. أول فكرة نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ممكن نجيب أستك ونعمله بالخلف، وهنجيب الاستك ده كده نشده هنا كده ونخيطه. اول ما دي هتتعمل هيكشكش كده وهيموت. شايفين الكشكشه؟ يا رب يكون واضح. شايفين الكشكشه في القماش نفسه؟ وهو انا لما هخيط الاستك ورا هنا كده بالشكل ده هيموت الكشكشه معايا. ادي فكره، دي اول فكره، تمام. تاني فكره بقى، ممكن اجيب، انا هجيب هنا قطعتين من الاستك عشان يكون الكشكشه يعني مظبوطه معايا وتكون كويسه في كل جنب، جنب الاولاني زي الجنب التاني. اللي هي ايه الفكره دي؟ ان انا هجيب الاستك ده بدل ما هحطه ورا هحطه من الجناب. انا معايا هنا قطعتين اهوت من الاستك، هجيب من الجنب اللي هو خط الجنب اهو، بسم الله، خط الجنب اهو، واحط منتصف الاستك فيه. القطعه الاولى من الاستك هنتنيها كده بالنص، تمام كده، وهنحددها بدبوس من النص كده، بدبوس ده النص بتاعها، خلاص. هنيجي نحط ايه النص بتاع الدبوس ده على خط الجنب ده كده، خط الجنب ده، خط الجنب، تمام. ده اول، وهنظبط كده الاستيك، تمام كده. وهنجيب دبوس تاني او ممكن بنفس الدبوس عادي نحدد خط النص كده، تمام كده. وهنشغل المكنة وهنشد دي كده وهنبدأ نخيط، والأستك مشدود بالشكل ده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنشغل المكنة ونرفع الدواس، نرفع الإبرة، نقول بسم الله. طيب عشان برضو الحاجة تكون مظبوطة، انا شديت الاستيك اهو وهبدأ من هنا كده، هدوس كده ماشي، وانا شدة الاستيك وهنزل الابرة عشان الاستيك يثبت، خلاص اهو. سيبي بقى كل حاجة، تمام. همسك كده القماش من هنا، يا رب يكون التصوير واضح، بسم الله. همسك كده من هنا وهشد، طبعا الابرة جوه الاستيك، وانا محدده منتصف الاستك عشان يتقسم الجزء ده من قدام والجزء ده من الخلف. شوفوا من الجنب، حلوة جدا جدا. دلوقتي لما البنطلون هيتلبس بقى ايه، هاتي عشان هنركب دي، ادي الجنب اهو. طبعا البنطلون ده مش هيبان، يعني الاستك مش هيبان، هيبقى جوه مش هيبان اهو، يا رب يكون واضح. وهنعمل برضو من الجهة التانية، برضو الجنب التاني. هنجيب دلوقتي هنا كده خط الجنب، وعندنا الاستك هنتنيه بالنص كده عشان يكون ايه متوزع بالتساوي.
وهنيجي نشوف احنا عملنا ايه. طبعا الخيوط، كل الخيوط شوفوا الخيوط دي كلها هننضفها. بسم الله الرحمن الرحيم كده هننضف كله كله يعني. والجهة التانية تنضفي كل الخيوط. هتيجوا بقى تشوفوا بقى القمر. شوفوا القمر طبعا بعد الزرار هيتزرر هنا. شوفوا القمر تحس ان هو هيقفل معايا. يا رب يكون واضح اهوت. شوفوا الاستك ده من الجنب. احنا عملناه من الجنب ليه؟ يعني الجنب افضل من الخلف ليه؟ عشان تكون الكشكشه او يعني يعني هيلم البنطلون من هنا جزء وهيلم البنطلون من هنا جزء، يعني هيبقى متقسم ما بين الجنبين. تمام. والجهه الثانيه برضو اهي. طبعا الاستك اللي جوه ده مش هيبان لما يتلبس، مش هيبان خالص. الطريقة دي حلوة جدا جدا في اللي انت لما تحبي تضيقي قمر اي بنطلون، او حتى ده لو كان جيبة. يعني مثلا في جيبات بتتباع في السوق يعني بتبقى عبارة عن قمر بس ما بيبقاش فيها استك. ففكرة الاستك اللي في الجنب ده بتبقى حلوة جدا. ولو انت مثلا لقيتي عاوزة مثلا القمر ده يبان، يعني لو انت مثلا هتدخلي البلوزة تحت لو كان دي جيبة، هتجيبي استك اصغر من ده شويه، يعني العرض بتاعه صغير، وهتجيبيه لون البنطلون او لون الجيبه اللي انت هتعملي، يعني عاوزه تضمي شويه القمر بتاعها وتخليها يعني على قد الوسط بالظبط. فكره حلوه وبسيطه، يا رب تكونوا استفدتوا منها ان شاء الله. وانتظروني ان شاء الله في فكره جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.